حلقة جديدة من إكشن جونر بودكاست. سعيد جدا النهاردة رحب مرة تانية معايا بعمر أنور. عمر ازيك؟ ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله كله كويس. مرة النهاردة عندنا ماتش في أحسن بطولة في أوروبا، يعني أحسن ماتش لعبناه تقريبا الموسم ده. معرفش ليه الناس بتشتكي من اليوروبا ليج، يعني هو دي البطولة المفروض نركز فيها يا جماعة بالأسلوب اللي احنا بنلعب بيه ده. معانا عدد نقط أكتر في اليوروبا ليج ما احنا معانا في الدوري، فأتمنى ما حدش يشتكي تاني من اليوروبا ليج عشان اللي بيشتكي من نعمة ربنا بيسحبها منه. فيعني النهاردة الصراحة عمر، بعيدا عن ضعف المنافس وبعيدا عن سوء البطولة وبعيدا عن مستوى البطولة اللي احنا عارفين ان هي طبعا بطولة اقل من المستوى احنا كنا المفروض بنلعب بيه واقل من المستوى اللي احنا بنطمح نلعب فيه، ولكن النهارده الفريق شكله احسن. احنا لعبنا في اليوروبا ليج ده مش اول ماتش نلعبه ولا تاني ماتش، النهارده ده كان خامس ماتش نلعبه، كسبنا الماتشات اللي فاتت كلها، ولكن النهارده يعتبر احسن شكل شفناه لارسنال في السيزون ده، وحتى لو خدنا في الاعتبار اليوروبا ليج. اظن اتفق معايا في الموضوع ده. طبعا النهارده ارسنال يعني لعب كوره زي ما بيقولوا الارسنال واي، او الكره السلسه يعني اللي ما فيهاش اي تعقيد. العب 1 2 باس. عجبني قوي توظيف النهارده، يعني هو بدا طبعا الماتش ب 4 1 4 1. عجبني توظيف لاكازيت تحت المهاجم لسبب بس صغير، ان لاكازيت مضغوط وهو في مركز المهاجم، ان هو عليه رقابه كتير، عليه 2 مدافعين، فسحبوا لبره شويه بحيث ان هو يقدر يعني يبقى عنده حريه اكتر، يعني تجيله فرصه اكتر على المرمى انه يشوط. وبالظبط زي ما حصل النهارده انه قدر يسجل وكره تانيه جت في العارضه. يعني التوظيف ده يعني خدمه شويه، خدم لاكازيت شويه، ان هو بحيث انه قدر يعني يهرب من رقابه المدافعين ويبقى ويعني ويرجع تاني لاكازيت شويه بتاع زمان، انه يقدر يسجل وياخد ثقه. وحتى هو بعد الجون يعني بعد الشوطه اللي جابها ابتدى يعني لعبه حلو، يعني سوهات كذا كره يحاول عليها، ما بقاش فيه الرعونه اللي كانت قدام المرمى اللي في الماتش اللي قبليه. مثلا الماتش الاوي اللي فات كانت له كره انفراده ما عرفش يعمل فيها حاجه. فلا يعني الاسلوب النهارده كان حلو، 4 1 4 1. الشكل يا عمر، والشكل والكومباينيشن زمان اللعيبه والمثلثات والكلام ده للاسف ما كناش بنشوفه حتى في الماتشات السهله. يعني برضه انا بقول تاني، انا عارف الماتش بالظبط سهل والفريق ضعيف، بس كان في ماتشات سهله قبل كده بنشوفها برضه في اوروبا ليج، الخمس ماتشات اللي فاتوا كلهم بنكسب بسكور تقريبا، ولكن المثلثات والكومباينيشن بين اللعيبه واللعيبه بتفتح لبعض، اللعيبه بتلعب الكوره وتجري، ده ما كانش للاسف بيحصل. فالنهارده اظن دي زقه ايجابيه، او يعني زقه في الاتجاه الصحيح ان احنا بدانا نعمل كده. صح. يعني الماتش مثلا فات الاوي بتاع ارسنال في اليوروبا ليج، هو فريق ضعيف كده بس الماتش كان مقفل. ماتش رابيد فيينا نفسه اصلا الاوي في الاول 2-1 ارسنال ما بالعافية. كانش بالظبط غير ال 2-1، بقى هو ارسنال كان عقيم في الماتش، ما كانش قادر يصنع اي حاجه، كان كله سايد واي باسز، ما فيش اي صناعه. لكن النهارده عجبني بصراحه يعني المسلسلات زي ما انت قلت يا احمد، ما بين ريس نيلسون وسيدريك ونايلز. توظيف نايلز النهارده كان حلو جدا جدا جدا. والشوط الثاني يعني ساب شويه خط النص وابتدى يعني يقدم كوينج، وسيدريك معاه، وكان ويليان بقى ساعتها او هو من الدقيقه 60 ويليان كان نازل في نص الملعب مع سميث روي، كاتنين صناع لعب. فالدنيا كانت يعني ده فتح شويه، عمل يعني ستريتش الملعب شويه وخلى ان الدنيا يعني انت بتعمل كذا هجمه، ممكن كروسز من الجناب، ممكن سوهات من العمق، كذا سرو مثلا زي بتاع سيبايوس اللي ده البيبي، وبعد كده لعيبه من كيتيا بس ما لحقهاش للاسف. فكل ده حلو يعني، ده عجبني بصراحه. الشوط الثاني بالذات ان ارتيتا كده غير كذا حاجه في الملعب، ظبطت الدنيا ويعني صنعت كذا كوره وكذا فرصه، وده مؤشر ايجابي بصراحه، يعني حاجه كويسه. انا اكتر حاجه ايجابيه يا عمر بالنسبه لي في القصه دي كلها، ان انا كان بدا يبقى عندي شكوك ان ارتيتا عايز يلعب كوره دفاعيه، او ان ارتيتا مش مهتم او مش في اولوياته يلعب كوره هجوميه. النهارده ده حط لي الكلام ده ان برسبكتيف شويه، احط لي الكلام ده في السياق الصحيح، ان هو عايز، بس ممكن يكون قله خبرته، سبب قله خبرته كمدرب مش عارف يعمل كده، او بسبب قله اللعيبه اللي عنده ايا كان. يعني هو اللي بيتحمل جزء، اللعيبه بيتحمل جزء، بس انا بالنسبه لي اهم حاجه في القصه دي كلها نيته ايه او هو عايز يعمل ايه. يعني امري ما كانش مهتم يلعب كوره تعجبنا، امري كان مهتم انه يحاول يكسب ماتشات على قد ما يقدر عشان محطوط له تارجت معين يوصل للتشامبيونز ليج، يوصل له باي كان طريقه يوصل له بيها ان شاء الله. هيلعب ب 11 خط على خط الجون، انا عايز اوصل وخلاص، وعايز اكسب الماتش عشان عندي تارجت عايز احققها. النهارده ارتيتا اللي عمله ده، يعني برده امري
كان بيكسب 5-0 لو فاكر في اوروبا ليج الموسم اللي فات اللي هو اخر موسم ليه، كان ايوه صح. اول ماتش تألق فيه جابريال مارتينيلي كسبنا 5-0، ولكن ما كانش فيه الشكل ده، ما كانش فيه فرد الايقاع، لا كان فيه استغلال ان انت عندك بتلاعب يعني منافس تعبان جدا، فانت كل ما هتشكل خطوره كل ما هتجيب جون، فهو عمل خطوره 4 5 مرات جاب كلهم اجوان، وبقيه الماتش هو مش مهتم يعمل حاجه تانيه، هو مهتم يجيب اجوان عشان يطلع ماتش منتصر. النهارده ارتيتا بالظبط انا انتقدته كتير في الماتشات اللي فاتت فعلا، وما زلت بنتقد فيه حاجات وبنتقد فيه اختيارات، ولكن النهارده انا شويه بدات اقتنع ان هو ده اللي عايز يعمله، وهو ده الشكل اللي عايز يوصل له، خصوصا مع تصريحاته في يعني في نص التصريح الاسبوع الأخير اللي اتكلم عليه بتاع ال 4 بالظبط، 3 3 كان بيتكلم عن الخطه اللي عايز يلعب بيها، وانا كان بالنسبه لي ده مجرد كلام عشان هو بيتكلم كتير، وطبعا منطقي يتكلم كتير عشان هو ما عندوش خبره وتحت ضغط، ف يعني رد فعل منطقي بيتكلم كتير، ولكن انا كان بالنسبه لي ده كلام في الهواء لحد ما النهارده شفت فعلا هو ده اللي هو عايز يعمله. انا يعني كان مشكلتي دايما الانتنت يا عمر او النيه من بدايه الماتش، ان احنا مش عايزين نلعب كوره، النهارده اظن ده اتغير شويه. بالظبط. خلي بالك يا احمد، ارتيتا اول ما مسك خالص كان بيلعب كرة 4 2 3 1، وكان كرة حلوة وكان الباسز ايوه والكلام ده. هو بصراحة انا يعني عذرته في حتة الاربعة والتلاتة دي. انا لما لعبنا اربعة ورا، لا يعني انت برضو الدنيا يعني الدنيا فتحت، الدفاع ما كانش احسن حاجة. غير كده هو فعلا يعني التصريح اللي قاله بصراحة انا يعني انا مصدقه. قال لك عشان تلعب 4 3 3 انت محتاج يعني من 4 لـ5 لعيبة عشان تقدر تعمل الخطه دي. وانا شايف ان الدنيا يعني معاه حق بصراحه. محتاج اول حاجه طبعا صانع لعب او يعني خط نص ثالث يقدر يعني يبقى في سنه الكرياتيفيتي اللي احنا عايزينها. تمام. محتاج كمان سنتر باك تقيل جنب جابرييل، لان للاسف انت هتبقى ماسك كره طول الماتش، فممكن اي كاونتر اتاك او كده لازم يبقى عندك 2 سنتر باك محترمين. للاسف هو ما فيش غير جابرييل اللي معانا ما شاء الله. يعني هولدنج يعني ماتش ولفرهامبتون كان سيء سيء سيء. ديفيد لويز عارفين برضو ان هو يعني هو كبر ومش هيقدر هو يجري الريتم أيامه بتاع معدودة اي في كل كونتر الأحوال برضو. بالظبط. وعندك طبعا انت محتاج برضو خط نص يعني بدني شويه زي بارتي جنبه، او يعني مكمل ليه يعني خط نص شويه احسن، لان تشاكا ابتدى مستواه يقع. سيبايوس بصراحه مش يعني مش عارف، هو برضو مش عاجبني يعني، مش هو ده البارتنر بتاع بارتي مثلا الكومبلمنتري بتاعه. محتاج وينج على الاقل مع اوباميانج، او مهاجم يعني لو هتلاعب اوباميانج شمال محتاج مهاجم شويه تسند عليه. لاكازيت النهارده كان كويس، بس يعني انت بتتكلم بقى في بريمير ليج مستوى تاني احسن، مستوى تاني اعلى. فهو فعلا انت محتاج 3 4 لعيبه عشان ترجع للشكل بتاع ال 4 3 3. لكن انا شايف ان هو يعني انا كنت متضايق ان هو بيلعب 3 ورا، بس باللعيبه اللي معاه دلوقتي ده يعني انا شايف انه ده الحل المنطقي اكتر. يعني انا كنت حتى لو كنا يعني كنت لو كنت هنسجل الحلقه اللي فاتت يا احمد بتاعت اليوروبا دي، كنت هقول لك ماتش ولفرهامبتون يعني انا كنت شايف يلعب ضد نونو سانتو 3 3 ورا، لان نونو سانتو يعني برنس في اللو بلوك والهجمات المرتده، وده اللي حصل للاسف في الماتش اللي فات. احنا اتبهدلنا من الحته دي، ويعني كان الدنيا مش احسن حاجه خالص. انت ماسك كوره أي كل حاجه بس بدون فعاليه، وعليك هجمات مرتده قد كده، وكان ممكن الماتش يعني 2-1 او الشوط الاول، بس كان جالهم كذا كوره كان ممكن يجيبوا الثالث والرابع. فهي دي بس يعني الفكره ان ارتيتا ما هوش فعلا شويه اللعيبه اللي تساند اسلوبه. يعني هو دي برضو انا عذره فيها، بس برضو نقطه الكرياتيفيتي دي يعني كنت لو قبل ماتش النهارده كنت اقول لك ان هو عنده مشكله فيها وما تفرقش 4 ورا او 3 ورا، بس النهارده بغض النظر عن سوء المنافس يعني لا، حسيت ان ارتيتا عنده فكر، ارتيتا يقدر يطلع من اللعيبه اللي معاه حاجه كويسه. بس هو محتاج زي ما انت بتقول يا احمد يعني هو او هو زي ما قال محتاج يعني لعيبه شويه كده احسن تخدم فلسفته. هو مشكلة الكريتيفيتي أو مشكلة خلق الفرص دي، أنا من أول اقتناعي إن هي مشكلته هو مش مشكلة اللعيبة اللي معاه، هو لو عمل سيستم يستعمل فيه اللعيبة اللي عنده أحسن من كده، لا أنت عندك نيكولاس بيبي، عندك لاكازيت، عندك أوباميانج، عندك ريس نيلسون، عندك لعيبة بيطلع منها فرص، اللعيبة اللي عندك دي تخلق منها فرص. أه أنت ما عندكش اللعيب برقم 10 اللي تحلم بيه، وأنت ال10 اللي عندك أنت ركنته على جنب، بس ده مش معناه إن أنت اللعيبة اللي عندك دي مش كفايه انت تطلع منها هجمات وتطلع منها فرص. انا كنت شايف ان هي دي مشكله سيستم، ومشكلته هو شخصيا ان هو كان هو مضطر يحلها، واتمنى يكون النهارده خطوه في طريق ان هو يحلها.
ومرة بالظبط. نتكلم على تشكيل النهاردة سريعا كده. أرسنال لعب بالحارس الاحتياطي رونالدسون في الجون، مش أحسن ماتشاته، الجون الوحيد اللي جا فينا كان غلطة منه شوية. خط الدفاع مصطفي سيدريك سواريز على اليمين، وجنب مصطفي في بابلو ماري، وعلى الشمال في سيا كولاسينيتش بعد ما رجع من موضوع الكورونا. نص الملعب محمد النني وإينزلي ميتلاند نايلز، أول مرة الموسم ده تقريبا يلعب في نص الملعب، وكانت تجربة كويسة بالنسبة له. بالظبط. ثلاث لعيبة تحت رأس الحربة، كان بيلعب بيبي شمال، ريس نيلسون يمين، ولاكازيت تحت إيدي انكاتيا. برضو كان شكلهم أحسن هجوميين زي ما اتكلمنا في الكومبينيشنز اللي عملوها والكلام ده كله. أنا كان عندي سؤالين عايز أسألهم لك على تفضل. التشكيل. بابلو ماري شفته ازاي النهارده؟ شفته هل متخيل يكون اضافه في الفتره اللي جايه؟ هل متخيل ممكن يكون هو ده البارتنر، او ده يكون شريك جبريل اللي احنا مستنينه، او يعني ده اللي هيحسن دفاعنا شويه، خصوصا ان هو بيلعب بشماله برضه زي جبريل، فدي ممكن تبقى مشكله. مين فيهم هيلعب؟ هل متخيل ممكن نلعب باتنين شمال جنب بعض؟ رايك ايه بابلو ماري قبل ما نروح بيت الاسئله؟ بابلو ماري بصراحة يعني هي أنا ممكن رأيي يعني ما يبقاش أحسن حاجة، بس أنا شايف إن هو يعني مش أكتر من سكواد بلاير، مش عشان حاجة، بس هو عنده يعني هو مدافع كويس بس عنده عيب فظيع، بطء. يعني هو بطيء جدا ومش هيكوب خالص 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 مع لعيبة الدوري الإنجليزي، خصوصا لو أنت عايز تلعب أربعة ورا. مستحيل ده يكون سنتر باك، يعني ده مستحيل، يعني ما ينفعش. هو كويس، طويل، بيعرف يبني هجمه، رجله حلوه جدا، بس البطء اللي عنده ده مش حلو خالص. يعني هو النهارده حتى كذا كوره قدام رابيد فيينا، يعني المفروض خصم كويس يعني بسيط او متواضع، لا كذا كوره هجمات مرتده ما كانش عارف يكوب. هو المشكله انه بطيء شويه، فما اعتقدش خالص انه ينفع يعني يبقى ستارتر في ال ولو هينفع برضه عمر هيعوز معاه مدافع سريع وعنده خبرة، بالظبط جبريل صغير على القصة دي برضه. بالظبط. وغير كده يعني انا الفكره ان هو برضو زي ما انت قلت هو ليفت سايدد، فمش هينفع مع جابريال. بس هو يعني يعني انت برضو ما انت مش هتجيب كل، يعني برضو الناس لازم تحط في دماغها ان انت مش هيبقى عندك مثلا اربعه سنتر باك كلهم وورد كلاس، ما فيش طبعا الكلام ده. طبعا لازم حقيقي. يبقى عندك سنتر باك اقل شويه احتياطي، يلعب اوروبا ليج، يلعب ماتشات هوم مثلا ضد فرق ميد تيبل، فالكلام ده كويس. لازم يبقى عندك سكواد ديبس، فدي انا ما عنديش مشكله خالص في بابلو ماري انه يبقى احتياطي لجابريال، بس اساسي دي انا ما اعتقدش بصراحه. فهو ارسنال محتاج من الاخر رايت سنتر باك يكون جامد مع جابريال يعني، او مكمل ليه. النهارده اداؤه كان معقول بصراحه، غير في الكام كوره اللي انت قلت عليهم. لا هو عانى مش شويه بالظبط من مشكله السرعه، وانا شايف برضو اللي فيها جزء سرعه جزء فيتنس، انه لسه بيرجع من اصابه طويله، بالظبط. بس كان اداؤه كويس بشكل عام، وده كده اتحقق في الجون اللي جابه. جاب جون، الجون الثاني من ركنيه، بالظبط. جون كويس وارتقى كويس، حط الكره بدماغه، فهو اداؤه بشكل عام النهارده كان كويس. هو حتى لا مثلا طبعا اعلى كويس، معقول. انا بتكلم مع احمد افهم، قصدي على في يعني السكيل لو الكبير طبعا. بريمير ليج. اه بالظبط ان هو يكون لعيب يبدا طبعا، لسه انا شايف ده برضه لسه بدري على حاجه زي دي، واحنا لسه ما شفناهوش كفايه ان احنا نحكم عليه على الاطلاق. لسه لعيب بيشق طريقه في السكواد بشكل عام، في مهما كان ارسنال فين فعلا مكان ما لعبش خبرته، غير ما اربع خمس ماتشات على بعض. لسه بدري قوي ان احنا نحكم عليه. بس يعني النهارده شيء مبشر ان هو ممكن يكون من اللعيبه اللي على الاقل بتلف على المركز، مش لازم يكون بيبدا، ممكن يكون لعيبه تلف على بالظبط. المركز، وخصوصا ان احنا اخر الموسم هنخسر مصطفي، او الحمد لله يعني هنكسب رحيل مصطفي مش هنخسر مصطفي. فانت برضه نتمنى في يناير بصراحة انه يفضي مكان ان احنا نقدر نجيب لعيب، لان ده طبعا انت حقيقي عارف ده حقيقي. القايمة 18 نون هوم جراوند، فمحتاجين لازم نمشي لعيب يعني. لو هو يعني فأتمنى لو هو يكون مصطفى. كولاسينيتش تبقى حاجه ممتازه. كولاسينيتش النهارده يا بالمناسبه ريت. برضه عامل ماتش معقول مش سيء خالص، اه وسواريز نفس الكلام، ما يعني مش من شال لعيبتي كورتين من المفضله على خالص هما الخط الاثنين. بصراحة، ده شال حقيقي كورتين ده من على حقيقي. الخط حلوين بصراحة يعني. وبرضه سيدريك سواريز انا مش من لعيبتي المفضله خالص، ومش مقتنع بان هو ياخد عقد اصلا 4 سنين، بس لكن بالظبط. النهارده عامل ماتش معقول مش ماتش وحش. نتكلم عن نص الملعب يا عمر. الثنائي اللي بدا الماتش غير الثنائي اللي انهى الماتش، بس عايز اتكلم عن اللي بدا، محمد النني وميتل نايلز. ميتل نايلز عامل ماتش كويس قوي، وكان واخد الدور الهجومي بزياده النهارده، يعني واخد تصريح ان هو بيزيد قدام زي ما هو عايز، وبيسند هجومين كتير. فالكلام ده طبعا في مقابل ان النني بيتاخر لدرجه ان هو ساعات بيسقط كسيرد باك ثالث ورا مع الباقي بالظبط. الدفاع. نايلز لعيب انا بحبه جدا، لعيب حريف وسريع، بس هو يعني بغزاله، ماتش فوق ماتش تحت، انت دايما انت مشكله نايلز ده ما تعرفش انت تشوف منه ايه النهارده. نايلز انت يعني هو ما عندوش الكونسيستنسي، انت تقول نايلز هيلعب في كذا يعمل كذا، لا انت مش عارف النهارده مزاجه ايه. بس النهارده كان مزاجه رايق بصراحه، ولعب ماتش حلو قوي، وعمل اسيست الجون الرابع لسميث رول هنتكلم عليه. بس اداؤه بشكل عام كان معقول جدا النهارده.
اه طبعا هو نايلز، يعني انا نايلز انا بجد يعني هو من اللعيبه اللي هم اللي هم بتوع الاكاديميه، اكتر اتنين بحبهم ريس نيلسون ومايتلين نايلز. انا بشوف ان هم دول اكتر موهبتين، طبعا بخلاف ساك، يعني ساك خلاص بقى فيرست تيم يعني مش هنتكلم عليه. دول اكتر اتنين انا شايف يعني هم دول يعني احسن موهبتين عندك. نايلز انا يعني انا مش عارف، بحسه اللي هو ماتش يعني كفو مثلا لو بيلعب باك رايت، وماتش تاني مثلا يعني واحد ما ينفعش اصلا ما يصلحش يلعب في دوري انجليزي. فانا هي الفكره كلها انه يعني بحس ان فيها سنه استهتار شويه منه، او مش عارف يعني مثلا النهارده الكوره كان في كوره حلوه قوي اللي هي من نص الملعب، قام واخدها وعمل نفسه انه هيشوط او هيباصي تقريبا ورقص ودخل جول. وقام رقص وداخل الجون، عايز يعملها شيب من فوق الجون يعني وقامت طلعت بره. فلا طب انت والجون حطها عادي، يعني مش لازم كل كرة تبقى بشكل حلو، يعني انت فاهم يعني حط يا معلم انت انفرادة، يعني انت اي ركنة او اي كرة زقها جون. فانا يعني انت عملت صعب جاي في السهل، مش لازم تتفزلك او مش لازم تحطها بطريقة حلوة. يعني نايلز الفكرة كلها انه يعني انا شايف انه يجي منه، ونايلز يعني لو النهارده خط نص تالت وكان يعني كان حلو جدا. مش عارف هو الفكرة كلها انه لازم يعني اللي هو يعني يبقى جد شوية في الكرة عشان يبقى يعني يبقى خلاص بقى ستارتر ويلعب وكده، لان هو الشغل اللي هو بتاع ان انت عايز تحطها بطريقة جمالية او شغل اللي هو بتاع الاكاديمية شوية ده خلاص مش هينفع. انت واحد لازم تبقى يعني في الملعب كده ليك مهمة محددة تعملها، لكن ان انت عايز تعمل الكرة بطريقة جمالية دي لا مش احسن حاجة. بس هو كموهبة ما فيش خلاف عليه، يعني بصراحة نايلز موهوب جدا. انا يعني انا من اكتر اللعيبه اللي بحبها فعلا زي ما انت قلت في اللعيبه الصغيرين. وانا كمان موضوع ان هو بعد ما ارتيتا اقنعه انه يقعد ما بيلعبوش دي برده كانتش عجباني. اتمنى يرجع يلعبه تاني عشان هو ما لعبش خالص الموسم ده. اتمنى يرجع يلعبه تاني. ولعيبه لعيب مفيد جدا يعني، حتى لو هو مش لعيب كويس هو لعيب مفيد. انا بتكلم مفيد من ناحيه ان هو بتحطه في اي مركز بيلعب، باك شمال بالظبط حاضر، جوكر. باك يمين حاضر، نص ملعب حاضر، تحت المهاجم حتى حاضر، بيلعب في اي حاجه عادي مفيش اي مشاكل. انت دايما محتاج اللعيب ده. مانشستر يونايتد بالظبط لما كان بيكتسح الدوري في اوائل الالفينات كان بيكتسحها بلعيبه زي دي، بجون اوشي، بارك جي سونج، اللعيبه ويس براون، اللعيب اللي بيحطه فيرجسون في اي حته بيقول له تمام انا بلعب عادي بيأدي مفيش. هو ده بالظبط. المطلوب الصراحه، ده يعني ده اللي احنا محتاجينه. واتمنى ده يكون بدايه ان هو يبدا يلعب ماتشات اكتر. نتكلم على اللعيبه اللي لعبت الهجوم بقى، عمر، نيكولاس تمام بيبي، ولاكازيت، وريس نيلسون، وانكتيا. ريس نيلسون عمل ماتش ممتاز بالنسبه لي، خلق كميه فرص يعني، كان في احصائيين ده او اكتر لعيب خلق فرص في ماتش من ساعه ما ارتيتا ماسك ارسنال. فده يعني ده يعبر حلو يعني جدا الاحصائيه دي تعبر عن نفسها في النقطه دي. بالظبط. نيكولاس بيبي عمل ماتش ممتاز برده، ممتاز جدا من ناحيه الشمال. لاكازيت عمل ماتش بالنسبه لي انا كان مفاجاه، خصوصا ان هو لعب في المركز ده الماتش اللي فات، لعب في المركز اللي هو تحت المهاجم. الماتش فات ما كانش احسن حاجه، بس النهارده ممتاز بصراحه. انا شايف ان بصراحه زي ما انا قلت في الاول لاكازيت الدور اللي لعبه تحت المهاجم ده خفف الضغوط من عليه شويه، خلاه اريح شويه، خلاه يعني عينه على الجون احسن، ما عليهوش رقابه اجمد. عمل ماتش ممتاز جدا، وانا اتوقع ان ممكن يكون طلعه من بدري شويه انه ممكن هيحتاجه في ماتش توتنهام يوم الاحد. انا بحس ان ارتيتا بيحب لاكازيت عامه، يعني هو ارتيتا بحسه بيحب النوعيه من المهاجمين دي اللي هو المهاجم اللي شويه محطه اللي يسند كوره ويفتح لزمايله ويفتح الوينجات. فانا اعتقد انه يعني هو ما فيش مشكله مع لاكازيت خالص، الفكره كلها ان باد فورم معدي بيها فطبيعي مش هيلعب. ريس نيلسون يعني زي ما انا قلت هو برضه انا يعني هو اكتر هو واحد اكتر واحد هو نايلز انا بحبهم جدا. ريس نيلسون النهارده كان فوق الممتاز، يعني مفيش فزدكه بالكره كتير خالص، 1 2 مع سيدريك سواريز، سيدريك سواريز يفتح له هو والجوني يقوم بصيها لنكيتيا، مفيش انانيه خالص، مفيش اللي هو انا عايز اجيب الجون. صنع كذا كوره ريس نيل صنع كذا الجون التاني ده يعني انا كنت اتمنى ان نكيتيا التالت اسف كنت اتمنى ان نكيتيا يجيبها من اول كوره، كان هيبقى جون عالمي بصراحه. ال 1 2 مع ريس الفتحه اللي بيبي عملها، وبعد كده ريس نيلسون، بعد كده وصل نكيتيا كانت حلوه جدا. بشكل عام هو ادى اداء ممتاز. انا اتمنى يعني انه يعني بعد الاداء بتاع النهارده ده ارتيتا يديله فرصه في الدوري، خصوصا يعني انا شايف ان ويليان بصراحه ما فيش منه رجا خالص. شيء داعي خالص.
بالظبط. ما يعني انا شايف انه ما فيش منه رجعه يعني بصراحه، يعني هو ما بيعملش حاجه، ما يعني واحد على واحد ما بيعدي مره اه وعشرة لا، سايد واي باس كتير، بيرجع لورا كتير، لكن ريس نيلسون اخطر على الجون، بيخش بيبقى هو عايز يرقص، عايز يصنع حاجه، لكن ويليام بصراحه مش كده خالص. بيبي لعب حلو جدا، انا استغربت ان هو لعب يعني على الشمال، قلت يعني مش هيأدي احسن حاجه وكده، بس لا فاجئني بصراحه، وكان عامل لينك حلو جدا مع كولازينك، وكان كل شويه هو كان بيتحرك بصراحه ما بين شمال ويمين، بس النهارده حتى يعني النهارده المعلق كان كنت بتفرج، هو بالنسبه له كان يعني احسن لعيب في الماتش، كان لعب حلو جدا يعني، كروسز كتير بالمقاس، كان نفسي يجيب جون بس ايوه يعني مش مشكله، بس هو في كره انا اتضايقت يعني اللي هو تحس ان هو حاول يرقص استهتر فيها شويه، صح؟ تحس ان استهتر. اه او ارتيتا اتعصب وكده، بس يعني مش مشكله يعني، بس هو كل هو ماتش سهل النهارده كده لا كده كده يعني. بالظبط، بس هو النهارده لعب حلو جدا، وهو بصراحه انا شايفه هو اخطر لعيب يعني كان في في الاربعه اللي قدام بصراحه. ده حقيقي، ده حقيقي. ادي انكاتيا برضه عمل ماتش معقول جدا. الجون التالت يا عمر، يعني الجون ده انا كنت كده كاتب على تويتر الكلام ده، انا مش عارف ازاي فريق بيعرف يلعب كلام بالطريقه دي وما بيعرفش يلعب حاجه شبهها حتى في ماتشات الدوري. يعني انا فاهم ومن لما اللعيبه يكون الاحتياطي فاهم يعني، بالظبط، اللعيبه يعني الاحتياطي انا فاهم لما يكون المنافس اسهل الدنيا بتبقى اسهل، طبعا ده كلام منطقي بديهي جدا، بس طريقه اللعب انا بحاول اعمل ايه؟ يعني انت لو انت بتحاول تلعب اللعب ده في الدوري وعشان انت لعبتك سيئه او عشان الدوري صعب ما بيحصلش، احنا هنشوف ده، احنا هنشوف ان الفريق بيحاول يلعب بطريقه معينه والطريقه دي مش نافعه معاه، فهنقدر الكلام ده ونفهم. لكن للاسف احنا مش بنحاول نلعب كده في الدوري. اتمنى يكون النهارده بالظبط. وحاجه زي الجون التالت دي تكون يعني معناها ان احنا ماشيين في الاتجاه ده ان شاء الله في الدوري. اتمنى يعني اتمنى ان ماتش توتنهام، بس يعني ماتش توتنهام بصراحة كيس مختلفة يعني، انا اه طبعا، يعني مش عايزه يعني مش عارف اتكلم فيها دلوقتي ولا ممكن بعدين، بس انا بتكلم ان يعني اتمنى زي ما انا كنت بقول لك، انا خايف ان يلعب قدام نونو سانتو باربعة ورا، عشان هو يعني استاذ في اللو بلوك والهجمات المرتدة، يعني لو لعب بالشكل ده قدام مورينيو، فيعني مورينيو البروفيسور بتاع الاجلي وين والكاونتر اتاك واللو بلوك، فانت هتسهل له اسلوبه يعني هتسهل له الاسلوب انه يكسبك بسهوله جدا يعني، خصوصا طريقته السنه دي، طريقته السنه دي يعني كده جدا يعني، هو ماتش سيتي ساب له الكوره والعب براحتك، كورتين سون كين دومبيلي خلاص مرتده يخلص، وبالدفاع بتاعنا مش احسن حاجه، فاحنا يعني هنبقى فريسه سهله زي ما بيقولوا، فانا اتمنى انه يعني على ماتش يعني ماتش بتاع الحد ده بالذات ما نلعبش نفس الطريقه دي، يعني اتمنى ان احنا نرجع للتحفظ شويه، ممكن يعني يعني اه مش هيبقى احسن حاجه، بس يعني انت لو لعبت قدامه فاتح الملعب لا انت بتسهل له يعني انت بتسهل الدنيا عليه جدا 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 جدا. حقيقي فعلا، ده حقيقي. نتمنى يعني هنتكلم برضو على ماتش توتنهام ده كمان شويه. عمر، نتكلم على التغييرات اللي ارسنال عملها في الماتش في الدقيقه 70 او من قبل الدقيقه 70. نتكلم بقى على اول تغييرين، ايميل سميث رو وداني سيبايوس في الدقيقه 63. طلع نيني وطلع لاكازيت، اظن ده عمر معناه ان هما الاثنين ليهم مكان في ماتش من الحب بالظبط بشكل او باخر. وبرضه اتبسطت جدا ان سميث رو خد فرصه وجاب جون، واظن ده يعني هو سميث رو احنا اللعيب في المركز اللي احنا عايزينه ومن بالظبط، اكاديميه وسنه صغير، فاظن يعني مفيش حاجه احسن من كده. انا اتمنى انه يعني ارتيتا يديله فرصه في يوروبا ليج، يعني الماتش الجاي مثلا يبدا اساسي على طول، يعني سميث روي خامه كويسه، وسميث روي خامه رقم 10 اكتر من جو ويلوك شويه، ف يعني والنهارده يعني كذا كوره لعب حلو يعني بيف يعني في كوره لعبها سوي بيبي، في كوره تانية اللي هو 1 2 مع ويليان حاول يلعبها لانكيتيا ما بين رجل المدافع، بس انكيتيا ما كانش آه لا يعني، يعني انت محتاج لعيب اللي هو زي ما كان ارتيتا حتى بيقول قبل الماتش، كان اللي هو محتاج لعيب رقم 10 او لعيب خط نص يسكور ويأسست ويتحرك، سميث روي خامه، انا مش بقول ان هو ده الحل، بس يعني اديله فرصه مشروع. يعني فرصه بالظبط زي انكيتيا، انت اديت فرصه لانكيتيا لما لاكازيت كان مستواه واقع، انت اوريدي ما عندكش رقم 10 او ما عندكش صانع العاب، ليه واي نوت ما تديلوش الفرصه دي؟ مش لازم يبدا كبريمير ليج بس يعني يبدا في اوروبا ليج يبدا يلعب، وانا والنهارده مثلا جاب جون واثبت نفسه، كان حتى اخر ربع ساعه ولا اخر ثلث ساعه كان هو عامل خطوره على المرمى، ايوه فيبدا يعني ليه لا؟
انا اتمنى فعلا ان هو يعني نشوف بقى البروجرس بتاعه او التطور بتاعه بيمشي بالشكل اللي احنا كنا متوقعينه. هو السنه اللي فاتت تطوره كلاعب اتاخر ولا هادرس بعد ما فيلد كانوا حلو جدا. انا طبعا ما اتفرجتش اكيد يعني على درجة تانية، بس انا كنت سامع ان كان هو ماشي كويس؟ مقدم بالظبط، وهما كانوا عايزينه اصلا الموسم ده يعني، كانوا حقيقي عايزينه فعلا، اعرف حقيقي. بس هو الاصابه عقيته شويه وعطلته في تطوره. اتمنى يعني نشوفه بقى بيبدا يبقى لعيب دكه في الدوري وبينزل في الماتشات زي التطور بتاع جاك ويلشر لو فاكر في 2010، خد نفس بالظبط. الخط ده برضو، مشي على نفس المسار ده. اتمنى يعني نشوف ان شاء الله ايميل سميث رو في الخط ده. التبديل اللي بعده كان في الدقيقه 70، تشامبرز مكان مصطفي. كان تشامبرز كان احسن مدافع لارسنال قبل ما يتصاب، يعني لو فاكر عمر السنه اللي بالظبط فاتت مع ارتيتا. مع ارتيتا اول ما جاء احسن مدافع في ارسنال بدون نقاش، وحتى هو يعني اتصاب. انا فاكر ماتش تشيلسي كنا كاسبين 1-0، تشيلسي هو يعني خروجه ونزول مصطفي ده اللي قلب الماتش تماما. مصطفي عمل غلطتين بجونين وانتهى الماتش تماما. اتمنى لما تشامبرز يبدا يرجع يعني يعرف يستعيد جزء من مستواه. انا عارف ان الموضوع صعب، اصابات الصليبي بتبقى الرجوع منها بياخد وقت طويل، وفي سنه على الاقل بتضيع منك زي بعد بيلرين سنه الاصابه بالظبط، زي بيلرين بتقعد سنه مصاب وسنه بتهجص وبعد كده بتبدا تستعيد شويه. اتمنى تشامبرز الموضوع يبقى اسرع معايا ان شاء الله. يعني انا عامه يعني لو كنت بكلمك على حوار الفقي، او انت لما قلت لي احمد حوار البارتنرشيب مع جابريال، انا شايف من السكواد الحالي احسن واحد يكون تشامبر بصراحه. تشامبر مش عشان يعني، تشامبر هو نفس البروفايل اللي عايزه ارتيتا، بيعرف يلعب برجله حلو، سرعته معقوله، مدافع كويس جدا، يعني هيخدمك يعني. هو زي ما انت قلت هو كان احسن مدافع مع ارتيتا قبل ما يتصاب، كان بيلعب حلو جدا حتى ماتش تشيلسي انا فاكر يعني. هو اصلا كان اللي عامل الاسيست لجون اوباميانج الاولاني، وكان حتى الدفاع يعني كان كويس فيه، والماتش يعني كان كويس، كان معقول. وانا بيعجبني بصراحه في تشيمبر ان هو بيعرف يخرج بالكوره، ده اهم حاجه في المدافع بتاع ارتيتا او بتاع اسلوب ارتيتا، انه يعرف يخرج بالكوره، فدي اهم يعني، دي حاجه مهمه جدا عنده. كورته حلوه زي لويس شويه يعني، لويس طبعا احسن واحد بيعرف يلعب كوره هاي من المدافعين، هو تاني واحد بعديه تشامبر على طول واوحش يعني، واحد احسن بيعرف من يدافع في مدافعين. بالظبط. لا لويز يعني كارثه للاسف، بس فانا شايف ان تشامبر هو انت كده كده ما قدامكش حل، وما اعتقدش ان البادجت هتسمح في يناير ان انت تجيب مدافع يعني. هو يا رب اصلا نجيب خط نص، الكلام طبعا على دومينيك، والكلام على اريكسن. انا اريكسن طبعا يعني اتمنى حتى سول كامبل، بس إريكسن يعني العقبة الوحيدة اللي فيه هو الراتب بتاعه، خايف من تكرار السيناريو وزيد شوية بصراحة. سيناريوهات كتير بس احنا بقينا ده العادي بتاعنا، واضح ان اللعيب بيجي كبير يمضي عقد كبير يختفي تماما للاسف يعني. بالظبط، هو إريكسن لسه 28 سنة بس، طبعا يعني آخره سنة سنتين وبعد كده هنخش في الفيز بتاعت أوزيل والكلام ده، فأنا يعني مش عارف. بس إريكسن طبعا لعيب ممتاز ممتاز ممتاز، ويعني هيفرق جدا. حقيقي بس فعلا. هو فانا مشكلتي عمر من غير تمام. ما اقطعك في الحته دي ان انا يعني هنخرج بره الماتش شويه، بس احنا الانتقالات اللي بنعملها يعني اللي بقالنا فتره بنعملها انتقالات تحيرك، ما بتبقاش فاهم النادي عايز يعمل ايه. يعني في نوادي عارفه ان عندها مشكله دلوقتي ومحتاجه تحلها، فيبدا يشتري لعيبه عندها خبره، لعيبه كبيره في السن يحل مشكلته وبعد كده يبدا يبني المستقبل. احنا بالضبط. في انديه تانيه بيبني تبني للمستقبل، المنسف. عارف ان هو يقعد يخبط سنتين ثلاثه اربعه خمسه فيشتري لعيبه صغيره ويقعد يخبط سنتين ثلاثه اربعه خمسه وكمان 5 سنين زي ويلعب فينجر في البريمير ليج 2008 بالظبط. زي فينجر من ساعه رحنا للاميريتس في 2006 لحد 2010 بدا، لما جه وقت انه يحصد طبعا اللعيبه كلها بعته للاسف ومشيت. بس ده كان الخطه، وكان حاطط خطه وكانت خطه كانت ماشيه في الاتجاه السليم لحد ما اللعيبه طلعت ما عندهاش اصل احنا محترم. بنخبط دلوقتي احنا دلوقتي شوية كده وشوية احنا كده. بنعك جابرييل 22 سنه، صليبه 18، ويليان 32، بنجدد لما مانجا 32، سيدريك 29، مش عارف مين عنده 18 سنه، مهاجم سويدي في الناشئين، عايزين نقعد بالوجن. طب احنا بنحاول نعمل ايه؟ انت تفهمش النادي رايح فين. فاتمنى انا بس برضه انا طلعت بره الماتش شويه، بس دي مشكله النادي الاساسيه. مشكله النادي الاساسيه بالظبط اللي هي اللعيبه طبعا سيئه، واللعيبه الريكروتمنت بتاعها غلط، كل الكلام ده انا فاهمه. المدرب صغير، المدرب ما عندوش خبر، المدرب لسه مش عارف يعمل ايه، كل الكلام ده سليم، ولكن النادي محتاج التكنيكال دايركتور اللي هو ايدو يقعد ويحط خطه للثلاث اربع سنين الجايين. هو ده شغله وهو ده المطلوب منه. انا مش شايف ده حاصل، واظن انت متفق معايا يعني. أنا متفق جدا، لأن هو يعني في صفقات يعني أنا مش فاهم يعني، أنت ممكن تجيب يعني سكواد بلاير بس عنده بوتنشال أو صغير، زي مثلا يعني باك يمين مثلا، ليه ما جبتش لامتي بتاع برايتون لما كان موجود؟
شوف الولد مكسر الدنيا ازاي، وخصوصا ان بيلرين يعني كان محتاج هيسخن حد بيلرين. يزقه بالظبط، محتاج هو احسن من بيلرين دلوقتي بصراحه، بس انا بكلمك محتاج حد يزقه يعني، محتاج ان يبقى فيه منافسه. لكن سيدريك بالمستوى ده، بيلرين قاعد ومربع في مركز الباك رايت ما فيش اي خطر عليه. ايوه نفس الكلام ويليان، يعني انت محتاج وينج ومحتاج حد يزق بيبي، بس ما تجيبلوش حد من الاخر يعني بيخلص كوره، او يعني او هو جاي فاهم لا هو يعني خلص عشان خلص. عايز يقعد في لندن يعني، انت ده واحد ما عندوش طموح كروي. فما تكررش نفس غلطه اوزيل تاني وتجيب لعيب بل تبقى عايز تمشيه. عقد 3 سنين ده انا شايف ان هو يعني مصيبه بصراحه، يعني مش عارف من السنه الجايه انت تفقه. هتبقى عايز تخلص منه، انا شايف كده ايوه بصراحه. هاي فا هاي فلازم ارسنال زي ما انت قلت يا احمد ادو يحط يعني استراتيج كده، ان انت تجيب لعيبه معينه يعني. انت خلاص احنا كده كده يعني مؤمنين وخلاص متفقين ان ارسنال مش هيقوم قبل 3 4 سنين، خلاص ابني بقى من دلوقتي، لكن ما تجيبليش لعيبه عشان شورت تيرم عشان تطلع توب فور وما بتاديش. لا شيل بقى يعني، ارجع تاني زي ايام فينجر، هنقعد 3 4 سنين متكحرتين، بس على الاقل لما بقى الفريق ده يجي بقى يبقى فريق محترم، ساعتها ينافس، وساعتها انت ضامن توب فور كل سنه، وساعتها ينافس زي ليفربول. هي بس فعلا هو ان يبقى في خطه محطوطه وفي دايركشن، هو اسمه تكتيكال دايركتور. انا مش شايف ان في اي دايركشنز من الدايركتور بصراحه، فالموضوع محتاج يعمل بشكل احسن من كده بكتير. يعني عمر نرجع للماتش تاني، اخر تغيير كان بالوجن مكان انكتيا. انا عاجبني قوي كمهاجم بصراحه، وانا واتمنى فعلا يقعد ويجدد، بس هو بروفايله كمهاجم صغير قوي، ومع ذلك بحسه ماتيور جدا وعنده نضج وهو بيلعب. انا عارف ما لعب ماتشات سهله ولعب توتال ما كملش نص ساعه، ولكن انا بحس ان اللعيب بيبان عليه الصراحه مهما لعب وقت قليل. يعني بالوغان، انا بصراحة يعني انا يعني بالفرص اللي خدها ايدين كيتيا هو يستحق فرصة يعني دلوقتي عنده. يعني هو ايدين كيتيا خد فرص بما فيه الكفاية، انا مش بقول ان ايدين كيتيا وحش، بس هو يعني بالوغان ما خدش ربع الفرص اللي ايدين كيتيا خدها، وانا متأكد 1000000% ان هو لو خد ربع الفرص دي هيأدي. انت وبعدين يعني الفيزيكال بريزنس بتاعه حلو جدا وهيفرق جدا، انت محتاج مهاجم بالنوعيه دي. نيكيتيا للاسف ما عندوش الحته دي، فانت ولاكازيت يعني محتاج حد يزقه. انت كده كده عندك مشكله في المهاجم، وانت اصلا يا ارتيتا محتاج مهاجم بالمواصفات دي. ليه ما تجرب يعني، ليه ينزل 10 دقائق؟ ليه ما يبداش يسافر؟ يعني هو اصلا انا اعتقد ان هو مثلا لو خد دور نيكيتيا في الفريق، ان هو يلعب اوروبا ليج اساسي وينزل اخر ثلث ساعه واخر ربع ساعه في ماتشات بريمير ليج هيجدد. لكن انت بعده خالص، انا مش فاهم هو يعني، انت تديله فرصه وبعدين تشوف. لكن يعني انت اديت نيكيتيا فرص بما فيه الكفايه. نيكيتيا مثلا انا مش هحكم عليه، انا يعني مش هذبحه او اقول لك ان نيكيتيا وحش، بس نيكيتيا مثلا في 70 ماتش جايب 15 17 جون. هو لسه صغير وكل حاجه، بس انت طالما اديت فرصه للعيب ناشئ زي ده بالمنظر ده، عندك لعيب بوتنشال تاني جامد، ليه ما تديلوش الفرصه دي؟ خصوصا ان هو اثبت يعني، نزل على 5 دقائق الماتش اللي فات جاب جول، نزل النهارده حسيت لا يعني مهاجم كويس ما يجي منه، ليه ما تديلوش الفرصه دي؟ حقيقي حقيقي فعلا، اتمنى ياخد فرص الماتشات الجايه بصراحه. ويمكن لما احنا مشكله بس عندنا مجموعه ماتشات كلها معقده، بعيدا عن ماتش يعني عن ماتش توتنهام اليوروبا ليج جاي بعيدا عن اليوروبا ليج، ماتشات عامه كلها رخمه في الدوري ورا بعض. يعني بالظبط. انت انا ما افتكرش ماتش دخلنا عمر من اول الموسم قلنا المفروض نكسب الماتش ده بسهوله، كلها ماتشات خالص فيها هو هو الدوري بقى صعب زي ما انت قلت يا احمد ده في حقيقي نص ده حقيقي. البودكاست، صراحه وللاسف الدوري بقى صعب. الدوري بقى صعب وماتشات كلها بقت غلسه وفرق كلها ممكن تغفلك يعني. ولما فولام يغلب ليستر في ليستر ده معناه ان اي انا حاجه ممكن تحصل، استغربت بصراحه، اي حاجه ممكن تحصل. هو احنا عارفين الكلام ده من زمان على الدوري الانجليزي، ولكن كنا لا مثلا السنه عمر دي بيطبق بحذافيره يعني، ده ما حقيقي فيش فريق يعني في 2008 كان لما مثلا ايه نتغلب ماتشين ورا بعض من مانشستر يونايتد ومن تشيلسي مثلا، بعد كده نبص اللي عندنا ايه ويست هام بيرنلي بورتسموث فولام مثلا هوم ما بورتسموث تعرفش مش عارف ايه، اربع خمس ماتشات تقول احنا هنخش ناخد ال 15 نقطه دول بعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بالظبط. للاسف ما بقاش فيه الكلام ده خالص على الاطلاق، عشان كده يمكن ده مصعب موضوع ان اللعيبه الصغيره تشارك. واتمنى بس اتمنى ده يتغير في المستقبل. واتمنى برضو تاني قلتها قبل كده في حلقات تانيه، موضوع الفيفورتس عند ارتيتا ده ينتهي، واللعيبه اللي ضبنا مكانها الموضوع ده ينتهي تماما، عشان ده بيضرب مفك في كل الكلام اللي هو بيقوله. هو كل الكلام اللي ارتيتا كان احنا كان عاجبنا ان هو ما عندوش حاجه اسمها انت بتلعب من غير ما تأدي، انت طالما بتأدي هتلعب، ما بتأديش هتركن. اتمنى كم نرجع تاني. اتمنى، لان هو برضه هو مظلوم في حته انه شويه انه
مستوى سيء بتاع، يعني مش هقول مستوى سيء، بس هو ما اعرفش زي ما انت قلت، هو ممكن يعني مش عارف مثلا، يعني هو طرد بيبي مثلا خلاه خلاص مجبر على ويليام، بغض النظر ان هو بيحب ويليام يعني، بس انا بحس ان هو برضو يعني خياراته محدوده شويه في الحته دي. يعني مثلا انا تشاكا، يعني اديك مثال مثلا، انت كلامك صح يا احمد طبعا، بس تشاكا مثلا انا متاكد ان هو فيفرت بالنسبه لارتيتا، بيحبه جدا، ودي بس هو مشكلة. لما لقى مستواه وحش في كذا ماتش، غير ماتش طبعا بتاع ولفرهامبتون قبليه، كان مقعده عادي ودكه، ويعني بحس ان اوباميانج حتى لما السنه فاتت كان في كذا ماتش كده في يوم، بس ماتشين او حاجه كده كان قعده برضه. فهو ارتيتا زي ما انت قلت هو رجع للحته دي ممكن عشان ابتدى يخاف، او حاسس ان هو عايز لعيبه خبره اكتر، او اللعيبه اللي هو يعني ابروفد شويه عن الصغيرين، وده دليل ان هو ما بيشربش صغيرين خالص في الدوري، هو جو ويلوك بس دلوقتي عشان محتاجه وما فيش حد في مكانه، أي لكن هو بقى يعني هو بقى مش عارف، فاهم، بيلعب في السيف سايد. أتمنى الكلام ده يتغير مع الوقت بصراحة، عشان يعني هو خلاص في الدوري باين اللعيبة اللي نافعة واللي مش نافعة، واللعيبة اللي بقالها بالظبط فترة بتلعبش كويس أتمنى يبدأ يغير، ويعني ياخد النهاردة عظة من الموضوع ده. أنا عارف إن فريق سهل، وعارف إن البطولة واقعة ولا تقارب بالدوري الإنجليزي، ولكن برضه في لعيبة النهاردة عملت أداء أظن يضمن لها مكان على الأقل على الدكة في ماتش توتنهام على الأقل، وده اللي هنتكلم فيه عمر بالظبط النقطة اللي وراها. ماتش توتنهام متخيل هنلعب ازاي قبل ما نتكلم في التشكيل وفي الافراد؟ متخيل هنلعب هن ابروتش ماتش ازاي؟ هل ممكن نحاول نعمل حاجه زي النهارده؟ طبعا تاني مع فرق المنافس ومع فرق الاجواء، ولكن هل متخيل هنحاول نلعب كده برضو، ولا هنحاول نلعب بالطريقه اللي احنا نجحنا نقلب بيها الفرق الكبيره الموسم اللي فات؟ بتقفل ومستني كوره، مستني الفرصه، او ما الفرصه تفتح كوره طويله او كوره من النص لوباميانج ويخطف يجيب جون. متخيل انهي ابروتش او انهي طريقه من الاثنين هنحاول نعملها، خصوصا كمان مع ان النهارده ارتيتا قال ان بارتي هيتمرن بكره، فالمفروض دي يعني لسه شايف على دي فكره اخبار كويسه معناه انه ممكن يلعب فعلا. هو بارتي يعني حتى كان جرس ارسنال كاتب اصلا ان بارتي يعني بنسبه كبيره هيبقى في التشكيله، ما مش اساسي يعني في السكواد نفسه، فاتمنى ان بارتي يبقى اساسي. انا شايف الابروتش بتاع الماتش، يعني هو طبعا تريح جو ويلك دي، انا يعني متوقع ان هو هيلعب باربعه 4 3 3، بس اتمنى انه ما يلعبش كده زي ما انا قلت. يعني انا كنت خايف يلعب باربعه قدام نونو سانتو، لان نونو سانتو يعني انت بتخدم اسلوبه يعني هو استاذ في اللو بلوك، وانه يهاجمك بمرتدات، فانت جاي بقى للبيج باص، مورينيو اصلا بروفيسور في الكلام ده، يعني ان انت تلعب باربعه ورا زي ما انا قلت، انت يعني انت بتسهله الدنيا خالص يعني. فاتمنى ان احنا نرجع للماتش ده بس باسلوب التلاته ورا، ان هو تلعب بلويز مثلا هولدنج جابريال، ويبقى عندك وينج باك تيرني مع بيلرين، وفي النص اتمنى ان بارتي يكون جاهز يعني يبدا اساسي، هيفرق جدا بارتي مع تشاكا، احنا ما جربناش الثنائيه دي خالص، انا اتمنى انها تنجح، يعني الثنائيه دي حاسسها شويه مكمله لبعض. والهجوم يبقى ويليان ساكا اوباميانج، بس انا توقعي انه تريح تويلك خالص، ما لعبوش خالص النهارده، حتى ما نزلوش اي دقيقه، لا هو هيلعب ب 4 3 3 نفس ماتش ولفرهامبتون، وهيبقى نفس يعني هيبقى التشكيل، هيبقى الهجوم ويليان اوبا ساكا دي مليون في الميه، الا لو دماغه زعزعت يعني بعد اداء لاكازيت وانه يلعبوا اساسي، بس انا اتوقع ان الهجوم هيبقى ويليان اوبا ساكا ده بنسبه 99%. خط النص هيبقى مش عارف بقى بارتي هيبقى جاهز ولا لا، بس هو لو هيتمرن بكره وبعده عنده فرصه كبيره انه يبدا بيه اساسي، وانا اعتقد ان هو لو هيلعب باربعه ورا هيغامر وهيلعب بارتي اساسي، فممكن بارتي تشاكا ويلوك، او ممكن بقى اعتقد هيلعب بارتي وتشاكا تخنني هيلعب لفرصة. بالثاني، ممكن مني، انا اعتقد ان هو مش هيلعب بسيبايوس ك البايفت اللي هو اللي هم الاثنين اللي في خط النص وقدامه، يعني هو ممكن يلعب بسيبايوس مثلا بدل ويلوك، لكن الاثنين هيلعب باثنين ارتكاز، خصوصا لو هيلعب اربعه ورا، خصوصا انه بيلعب ضد توتنهام اوي، لا هو يا بارتي والنني زي ماتش اولد ترافورد، يا بارتي وتشاكا، وانا اتوقع هتكون بارتي وتشاكا لو بارتي هيبدا. والدفاع هيبقى ما اعرفش لويز هيبقى جاهز ولا لا، بس اعتقد طبعا يعني
ممكن بنسبة كبيرة يلعب يعني جابرييل كده كده ضامن مكانه، هولدينج يعني لو هيلعب بأربعة ورا هيبقى هولدينج وجابرييل، أو لويس جاهز هيبدأ بلويس. طبعا الباك يمين والباك شمال بيلر وترني والجونلين. فأنا أعتقد إن التشكيلة يعني أنت بتتكلم في لعيب أو اتنين بس هما اللي ممكن مختلفين عليهم، غير كده التشكيل معظمه معروف وبان النهاردة من حتة يعني هو التشكيل بتاع النهاردة أصلا بتاع اليوروبا ليج مبين هو يوم الأحد هيلعب إزاي بنسبة كبيرة، أو اللعيبة اللي هتلعب. ده بس حقيقة أنا فعلا. هي زي ما أنا قلت لك يا أحمد معلش، بس هي آخر حتة اللي هو أنا قلت لك أنا خايف، بس يعني مش عايز ألعب أربعة ورا قدام مورينيو، ما ينفعش يعني مش متفائل لو لعب أربعة ورا قدام مورينيو بصراحة. انا متخيل زي ما انت قلت برضو عمر، التشكيل تلات ارباعه متوقع وواضح يعني، الا اللاعبين تلاتة فعلا ممكن نتكلم فيهم، واتمنى يكون اللاعبين تلاتة دول في الثلاثي الهجومي. انا مش عايز اشوف ويليام، عايز اشوف ريس نيلسون، حتى لو ما اداش كويس ممكن يبقى يتغير. بالظبط طبعا للاسف مش هينفع نشوف بيبي، بس ممكن لاكازيت بعد النهارده ياخد فرصه، مفيش مشاكل برضو. انا عايز اشوف استنى بس محاولات جديده. انت لو بتلعب ويليام انت كده بتقول لي انا مكمل زي ما انا، فانت مكمل زي ما انت، فانت شايف انت كنت ماشي صح، بس انت مش ماشي صح خالص، والنتائج بتتكلم، النتائج بتوضح انت مش ماشي صح. فاتمنى يكون في تغييرات، على الاقل محاولات جديده، جرب حاجه جديده، نفعت ما نفعتش مفيش اي مشاكل، بس تكون بتحاول تعمل حاجه جديده، عشان الماتش ده فعلا عمر مهم جدا. ماتش الماتش حياة ده وموت من الآخر. بالظبط يعني، انت ايا كانت النتيجه عامه، انا حتى لو خسرنا بس شفت حاجه جديده انا هبقى مبسوط، هبقى يعني ما عنديش مشاكل برضه، مش هبقى مبسوط اللعيبة طبعا ان احنا هتخش في خسرنا، أزمة لو ده مش حقيقه. لو خسرنا، بس لو يعني هو طبعا خسارة تبقى يعني مصيبة، أنا مش عايز يعني فاهم نعقد الدنيا، بس أنت اللي حطيت نفسك في الموقف ده، ما ينفعش تخسر 3 ماتشات هوم ورا بعض، دي كارثة جدا يعني، حتى ما طلعتش بنقطة من كل ماتش، فأنت حطيت نفسك في موقف يعني وحش جدا، فأنت حتى لازم يعني أنت خلاص أرتيتا ما فيش حاجة تندم عليها أو ما فيش حاجة تبكي عليها، فانت العب يعني ما تخافش خلاص، العب بقى بالاسلوب والعب باللعيبه يعني العب بالاسلوب اللي يريحك، والعب باللعيبه اللي انت شايفها تستحق. سيبك من يعني ويليان، انت عايز لعيب خبره في ماتش ديربي وكده، بس يعني ما بيعملش حاجه. هما انا بشوف ان كان في قبل كده تصريح مش فاكر لمين، جون تيري ولا فرانك لامبرت، فرانك لامبرت قال لك حته ان اللعيب خبره دي واكتر حاجه اوفر ريتد في يعني في كرة القدم، مفيش حاجة اسمها لعيب لعيب خبرة بيفرق في ماتشات وكده، بس انت عندك من الاخر لعيب بيأدي ولا لا، بس سيبك بقى خبرة، عنده 32 سنة، عنده 15 سنة، المهم اللعيب بيأدي وبيخدمك ينزل يجيب بس. اخره في الملعب وينزل بيحاول قد ما يقدر، ده حقيقي. اتمنى عمر ان شاء الله تبقى النتيجه احسن يعني، عشان الماتش فعلا زي ما قلنا مهم جدا من ناحيه المعنويات. اللعيبه لو دخلت لقت نفس قله الحيله، هي قله الحيله دي اظن احسن وصف ممكن نقوله على بالظبط الارسنال بيعمله مؤخرا. اللعيبه اللي نزلت لقت نفسها في الملعب مش عارفه توصل للجون، واخده تعليمات المدرب، التعليمات دي مش موصلاها ومش حاساهم هم خطرين. اللعيبه دي لو نزلت ضيعت 4 5 فرص وخسرت الماتش 1-0 هيقولوا احنا حاولنا وحظنا كان وحش الفرص ضاعت، ولكن لو نزلوا حسوا بنفس قله الحيله وبعد كده روحوا ويلاقوا في الانترنت ويلاقوا على في الاخبار نفس الكلام، ارسنال عمل فرصتين بس، ارسنال ما خلقش حاجه، ارسنال نفس الكلام تاني، هنخش في ازمه كبيره. فانا اتمنى يعني نتفاداها ما حتى تكونش كده. ثقتهم بارتيتا هتبتدي تتهز شوية يعني، ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. هتخش في دوامة وحشة جدا. هم كانوا حتى كلهم بيشكروا بيقولوا احنا كان بيقول لنا حاجات من اللي هي بتحصل في الماتش، فلما الكلام ده يبطل يحصل هتبدا الثقه تتهز، يبدا الكلام يبقى مختلف تماما. بالظبط عمر بشكرك جدا جدا على ان احنا سجلنا مع بعض النهارده، استمتعت جدا بالكلام معاك، واتمنى ان شاء الله من حد يكون في نتيجه ايجابيه. وانا بشكرك يا احمد جدا، ومبسوط ان انا سجلت تاني مره، وان شاء الله يعني احنا المره الاولانيه كسبنا في الاولد ترافورد من 2006، صح فعلا، فاتمنى ان المره دي برضو يبقى وش حلو ونكسب تصدق يعني انا يا ما رب. كنت مخططتش للموضوع ده، بس اتمنى تكون دي عليا مان، اتمنى. شكرا جدا عمر، بشكر تاني كل الناس اللي بتسمعنا، ان شاء الله طبعا هيكون في حلقة بعد ماتش توتنهام، اتمنى ان شاء الله تكون حلقة ايجابية بفوز او بأداء او اي حاجة، بس تكون حلقة ايجابية ان شاء الله. بشكركم تاني الناس اللي بتسمعونا، اشوفكم ان شاء الله. Rashana!